لو الحكاية فيها إن فيتو أتونا من أصحاب الثقة وليس أصحاب الخبرة، ممن يتاجرون بأحلامنا داخل ديوان وزارة التربية والتعليم. أين القيم داخل أو فقط تلك الوزارة التي هدفها، جل هدفها هو تخريج دفعات من الشباب الواعي الذي يحمل هم هذا الوطن ويصون ترابه ويحمي مقدساته؟ إن سياسة الوزارة يا سيادة الرئيس قد تغيرت تماما منذ سنوات، والناتج هو ما نرى من انهيار تام في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات التعليمية، مما أدى بالتبعية إلى انهيار العملية التعليمية ذاتها. سيادة الرئيس، إن حسن اختيار المعلم ضمان لحسن سير العملية التعليمية، وبالتالي تخريج جيل عظيم يحمل الراية لهذا البلد العظيم، والعكس صحيح. سيادة الرئيس، إذا أردتم أن تعرفوا القوة الحقيقية لأي بلد فانظر إلى جودة العملية التعليمية فيه. يؤسفنا يا سيادة الرئيس أن تضع أيديكم على كل هذا الكم من المساوئ للوزارة المسؤولة عن جودة العملية التعليمية في مصر. إن مسؤوليها أصبحوا كالمرض الخبيث في جسد الوطن، ويتطلب من سيادتكم تدخلا عاجلا للاستئصال، حيث العلاج لا يجدي في مثل تلك الحالات. نطالب سيادتكم بالضرب بيد من حديد على كل من يثبت فساده أو تورطه في تلك المسابقة وفي غيرها في كل مؤسسات الدولة، ليأخذ حقا ليس له، أو ليمنع حقا من الوصول لأهله. شكرا. حصول الناس على دكتوراه، دكتور مجايب 32%، ازاي؟ يبقى ما يقعدش. لو نفتكر مسلسل هند والدكتور نعمان لما كتب حيث بالسين وقال لك هيسقطه عشان حرف السين، ازاي دكتور مجايب 32%؟ يبقى لا يستحق انه يكون مدرس. شهادات الاعاقه المضروبه، انا شفت بعيني حاله في بنها، واحدة غير معاقة جاية تقدم وراها أساس وهي تحمل شهادة إعاقة، وواحدة معاقة فعلا ومرفوضة. فين العدل؟ الحاجة الغريبة، معظم المقبولين في التربية الرياضية معاقين. أنا مع احترامي للمعاقين وربنا يشفيهم، يعني إزاي إن هم قبل إنهم يرتاحوا ياخدوا حاجات إدارية، لكن إزاي المعاق يقف قدام طالب وتلميذ يهاتي ويتكلم ويجري وراه ويعمل له درجات ويتابعه؟ تربية رياضية بالذات، إزاي مدرس ألعاب هيبقى معاق؟ معايا حالة رقمية 47 في كشف العلوم، هي كلية علوم دبلومة جيد جدا، اتكتب قدامها ماجستير وهي مش عاملة ماجستير. الحالة دي أنا قابلتها وبتابع معاها. اتوجهت للوزارة أول امبارح، قالت لهم أنا مكتوب قدامي ماجستير وأنا مش عاملة ماجستير، خايفة أقدم ورق إلى هيحلوني للنيابة الإدارية، وما ينفعش إن أنا ما أقدمش ورق لأن هي خريجة 99. قال لها روحي قدامي خدي الباسورد وشوفي تسكينك فين، وقفي على الخبر مطور زي ما بيقولوا.